ايه يمكن ثقافته اجنبيه واليسيه فقط يمكن ولكن دنيا فاطمة يمكن إليسا كتعرفها لأنها كانت في عرب آيدل وكيعرفوها جميع العرب ومعروفة ما شاء الله عليها دنيا فاطمة فكل واحد حر في التعبير ديالو كل واحد حر في الكلام ديالو يقول لي يقول أهم حاجة أنه أنا عارفة شتندير وعارفة دنيا فاطمة شكون هي.